السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة للجميع وإن شاء الله الكل بخير. نعود طبعا ونكمل الحديث في بعض القضايا الشائكة بالنسبة للعصر الحديث. طبعا كثير يسألون لماذا تفعل هذا الشيء؟ أنا أعتقد أنه من الواجب على كل معلم وكل إنسان مربي وكل إنسان ذو علم أن يقوم بجهده لمحاربة الخرافات التي تم إلصاقها زورا وبهتانا بالدين. فيعني هي حرصا على الدين أولا والعلم والأجيال القادمة. طيب أنا اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن، طبعا نحن لدينا ظاهرتين صوتيتين يعني بارزتين. الأولى هي ظاهرة جماعة المؤامرة، والظاهرة الثانية هي جماعة الأرض المسطحة، وكثيرا ما يتقاطعون. يعني أحيانا تجد نفس الشخص هو ينتمي إلى المجموعتين، من النادر يعني ولكن موجود أن تجد شخص ينتمي إلى إحدى المجموعات وليس الأخرى. يعني مثلا هو ينتمي إلى نظرية المؤامرة لكن هو مقتنع أن الأرض كروية مثلا، فهو لكن مؤامرة مثلا الهبوط على القمر وبقية هذه الأشياء بالنسبة له تعتبر أمور غير ممكنة ولا يمكن من ناحية علمية أصلا أن يقبلها، من ناحية عقلية له أن يقبلها. طبعا ما أحاول أن أقوله، أنا سأعطيكم ملخص لبعض الأحداث التي ستحدث هذه السنة بشكل مهم. على فكرة في ناس التي تأتي وتقول كلام مثل جاهل وغبي وما بعرف شو، أنا طبعا لا أقبل لكم، لأنني أصلا أنا أتكلم في هذه المواضيع العلمية التي في كثير من الأحوال هي ليست فوق تفكير الناس العاديين. يعني هي ليست فوق تفكير الطالب في الصف الخامس، لكن قد تكون أعلى من تفكير بعض الناس، وأنا أرتجلها ارتجالا. أنا ليس أمامي نص ولا أقرأ من ورقة، أنا سايق، يعني أنا ذاهب إلى العمل حاليا، فأنا أرتجلها ارتجالا، وهذه هي درجة تمكني من هذه المواضيع. فإذا كنت سأجلس وسأقرأ لك من نص سيكون الموضوع يعني لسه معقد أكثر بكثير. على العموم أنا أحاول تبسيط هذه الأمور وإيصال هذه الرسالة بشكل واضح. أخبار استكشاف الفضاء، طبعا هناك دائما أخبار جديدة في استكشاف الفضاء، مثلا منها الأسبوع القادم خروج بعض المركبات إلى المحطة الدولية حتى للتزويد بالوقود وتزويدها ببعض التجارب العلمية الجديدة. هذا كله أشياء أصبحت في حكم العادة، يعني هذه مثلها مثل الرحلات الجوية، ستجد في بعض التطبيقات على الأونلاين وستجد مواعيد إطلاق الصواريخ في كل محل في العالم، يعني شبه يعني تقريبا اقتربت من الوصول الى الاطلاق اليومي تقريبا للصواريخ. هي لم تصل الى هذا الدرجه، يعني هناك ما بين مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع رحلات صاروخيه خلينا نحكي. طيب تستعد الهند اللي بنضحك عليهم، تستعد الهند لاطلاق الصاروخ الثاني الى القمر. هذه ثاني رحله تطلقها الى القمر، وطبعا الاطلاق هذا سيتم في 2 ابريل، يعني كمان اقل من 3 اسابيع، حوالي اسبوعين ونصف من الان. يستعدون لاطلاق المسبار هذا، وهذا المسبار يحتوي على 3 قطع. القطعه الاولى اللي هي الهابط، وهو هابط روبوتي لا يوجد فيه بشر، وطبعا المسبار الذاهب اولا والذي سيدور حول القمر. الجزء الثاني هو هابط روبوتي، والجزء الثالث هو روفر، يعني سياره صغيره تمشي وتستكشف القمر. طبعا هذا يعد يعني فتح عظيم وإنجاز كبير جدا للإمكانيات المتواضعة لإسرو اللي هي وكالة الفضاء الهندية في الوصول إلى القمر لثاني مرة، ليست أول مرة، هذه الثانية. طبعا شيء يعني عظيم جدا. في شهر 6 تقريبا أيضا ستهبط على القمر، أو ستنطلق رحلة إلى القمر من المحطة من وكالة الفضاء الصينية هذه المرة، حيث ستهبط أيضا على القمر للمرة الثانية، لكن لأول مرة في تاريخ البشرية ستهبط في الجانب البعيد من القمر حيث سيتم الاستكشاف هناك. أيضا أوربيتر وهابط وروفر سيقوم بالاستكشاف، شيء جميل جدا. طبعا يعني هذه ثاني مرة الصين تصل فيها إلى القمر. طبعا الدول التي وصلت إلى القمر حتى الآن هي أمريكا وروسيا، طبعا الاتحاد السوفيتي سابقا، الأوروبيين وصلوا بقمر صناعية، اليابان، الصين، الهند،
ولوكسمبورغ. لا أعلم ماذا تفعل لوكسمبورغ على القمر، لكنها وصلت، بالإضافة إلى بعض الشركات الخاصة ومن ضمنها شركتي. نحن ذاهبون إلى القمر، نحن السنة القادمة إن شاء الله، وسنوفر هناك خدمات اتصال لكل المسبارات الموجودة، هذا شيء جديد. فسيكون هناك هابط إلى القمر واثنين روفر على سطح القمر، يعني مركبتين ستمشيان على سطح القمر. حتى الآن قررنا أن يكون موقع الهبوط هو قريب من موقع أبولو 17، آخر الرحلات الأمريكية التي حطت على سطح القمر، حتى يتم استكشاف الموقع أيضا. يعني بالإضافة إلى الاستكشاف يتم استكشاف موقع أبولو 17 وبث الصور بالجودة العالية هاي ديفينيشن من القمر، وتوفير شبكة 4G على سطح القمر. طبعا هذه توفير شبكة على سطح القمر يعد إنجاز رائع جدا، لأنه في المستقبل إذا ذهبت رحلات أخرى هناك لن يضطرون إلى الاستثمار بشكل باهظ ووضع أجهزة يعني ثقيلة في لإيصالها إلى القمر. يمكنهم بكل بساطة استغلال الشبكة التي سنضعها نحن بتعاون مع فودافون، وطبعا الروفرات التي سنبعثها أيضا من صناعة شركة أودي، شركة السيارات أودي، وهي يعني ذاتية الحركة وفيها ذكاء صناعي ويمكن التحكم بها على الأرض، وفيها كاميرات من كل اتجاهات ستساعدنا على دراسة أشياء كثيرة على القمر. طبعا هذا بعيدا عن نظريات المؤامرة، لأن كما قلنا المستقبل قريب. يعني خلال هذه السنة هناك 4 رحلات إلى القمر، السنة هذه فقط 2018. السنة القادمة هناك حتى الآن حوالي 19 رحلة إلى القمر من مختلف المحطات، من مختلف الأماكن حول الأرض، يعني من مختلف وكالات الفضاء ومن شركات خاصة. هذا السنة القادمة، وبعد ذلك يعني خلال 2020 وما بعد ذلك الرحلات ستكون يعني وتيرتها أعلى، لأن يعني خلص يعني فتح الباب أمام الاستكشاف القمر، تم إيجاد طرق لإيصال العدة والأجهزة إلى القمر بشكل أقل تكلفة من تكلفة رحلات أبولو التي تكلف المليارات حتى تصل للقمر. والآن اختلف الوضع تماما مع التكنولوجيا الحديثة وإعادة الاهتمام في الانتشار للقمر ومحاولة يعني إيجاد بعض التجارب العلمية التي قد تسمح لنا لاستكشاف القمر بشكل تجاري. بالإضافة إلى هذا احتمالية وضع يعني قواعد دائمة أو شبه دائمة على سطح القمر، شبيهة بالقواعد الموجودة يعني في المناطق القاحلة جدا في الأرض، في على كوكب الأرض. يعني هناك بعض الجبال تجد عليها موقع دائم لمثلا مرصد، لأن الموقع ممتاز جدا لوضع تلسكوب، لكن المنطقة غير أهلة بالسكان ولا يوجد فيها ناس كثيرين، أو في مثلا في القطب الجنوبي أو ممكن في إحدى الصحاري سيكون هناك يعني يمكن أن يوجد بعض المواقع العلمية. هذه الأخبار طبعا أخبار يعني مثيرة جدا، مشوقة جدا، ممتعة جدا، مفرحة جدا. لهذا السبب أنا يعني أحزن كثيرا على الناس المنتمين إلى قضية قصة الأرض المسطحة، لأن العالم سيتقلص حولهم بسرعة كبيرة جدا، وسيصلون قريبا إلى نقطة يعني صعبة جدا عليهم، لأن هذه النقطة يعني ستثبت لهم أن كل ما كانوا يعتقدونه هو عبارة عن مجرد وهم. على العموم تابعوني، وياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واللي عنده أي أسئلة بالنسبة لعملية الاستكشاف، بالنسبة لرحلتنا إلى القمر قريب السنة القادمة إن شاء الله. طبعا هناك معلومات لا تزال سرية، لأننا لا نزال في مرحلة الإعدادات الأساسية، ومن ضمنها موقع الهبوط هو حتى الآن موقع سري، لكن يعني في المنطقة المحيطة في أبولو 17 حتى الآن هناك بعض التفاصيل طبعا لا يمكن أن أتكلم عنها، لكن هناك تفاصيل يمكن يعني هناك تفاصيل عامة يمكن التعامل معها بشكل عادي. طيب ابعثوا لي استفساراتكم، وإذا كان هناك أي تعليق في التعليقات. أنا يعني سأتبع سياسة جديدة في التعليقات،
التعليقات التي فيها أي نوع من التجريح أنا لن أكملها، يعني ممكن تكون كاتب رسالة دكتوراه في التعليق إذا بدأت القول بكلام يعني غير لائق، لن أكمل التعليق. فقط يعني القضية ليس قضية جدال، قضية الأرض محسومة من 500 سنة. تحب أن تجادل، اذهب وجادل كوبرنيكوس أو غاليليو. نحن الآن خلص انتهينا من هذا الكلام، هذا الكلام صار في الماضي. طيب، تحياتي لكم جميعا، وأتمنى للجميع يوما سعيد وعطلة نهاية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله نبقى على تواصل. تحياتي لكم، أشوفكم في فيديو قادم.